الشرطة السودانية استبقت تظاهرات اليوم وأصدرت بيانا حول مليونية الثلاثين من يونيو، وقالت أنها ستتعامل مع الاحتجاجات بعبوات الغاز المسيل للدموع وعربات الدفع المائية، ولكن الأمر كان مختلفا عن ذلك، فالرصاص الحي هو عنوان المشهد ما أدى لوقوع قتلى وجرحى. في وقت دعت فيه بعثة الأمم المتحدة في السودان، دعت السلطات السودانية إلى ضمان التزامها بحماية حق التجمع السلمي وحرية التعبير. أي مشهد ينتظر السودان؟ أناقش تفاصيل المشهد الميداني والسياسي في السودان مع ضيفي السيدة رؤى عربي، إعلامية وناشطة حقوقية عبر خدمة سكايب. أهلا وسهلا بك سيدة رؤى. والسيد عبد الرحيم أبا يزيد الناشط السياسي أيضا عبر خدمة سكايب. أهلا وسهلا بك سيد عبد الرحيم. ولو بدأت مع حضرتك، يعني في ظل الأخبار المتسارعة التي تأتي من الميدان السوداني، نتحدث عن وقوع 4 قتلى حتى اللحظة، كيف هي الأجواء مع انطلاق التظاهرات؟ تفضل. طبعا الوضع في السودان دلوقتي انه الناس في استمرار في ثورتهم وفي الاحتجاج السلمي تبعهم، لكن العسكر متعنتين والاجهزه الامنيه متعنته في انها هي تضرب. المعلومات الوارده حاليا 5 من الشهداء وليس 4. نعم. استشهد. الوضع الحاصل في انه زي ما انت ذكرتم او زي ما ذكرتم في التقرير، انه في تعنت من العسكر، في تعنت من انه الكلام بتاع انه لازم تتم عبر انتخابات وتجي انتخابات. المطلب الوحيد والاساسي او المطالب الاساسيه للحراك السوداني وللشعب السوداني في الوقت الحالي انه هو ابتعاد العسكر بشكل كامل عن السلطه. ابتعاد العسكر بشكل كامل معناه يعني تسليم السلطه للمدنيين دون تراخي ودون تاخير ودون مماطله. لا شرعيه للعسكر، لا تفاوض مع العسكر، حتى لا. التفاوض الناس رافضين التفاوض، بيعتبروا انه التفاوض هو جزء من الاعتراف بالعسكر. العسكر ليس لهم دخل في السلطه المدنيه. ستستمر المظاهرات، ستستمر الثوره. ونحن في القاموس تبع الشعب السوداني دلوقت انه دي ليست ازمه سياسيه وليست شيء يحتاج الى تسويه، بل انها ثوره مستمره من ديسمبر 2018 كل ما انعرجت بها قوى لغمس معالمها ولرفض مطالبها. الثوره بتطلع من الشوارع وبتطلع من البيوت. طيب سأتحدث عن هذه النقطة سيد عبد الرحيم. نبقى في تظاهرات اليوم، نتحدث عن مليونية الثلاثين من يونيو ومشابهة لما جرى في عام 2019. فعلا اليوم يمكن القول بأن الساحات يعني بلغ عدد المتظاهرين أكثر من مليون أم ماذا؟ المظاهرات اليوم وهي زي ما ذكرنا هي امتداد لثورة ديسمبر، هي مليونيات. نعم. واللي بتفقود الوقت واللي بيظهر على الإعلام هو دام يعني ما يتسرب لأنه في تعطيل جزئي للإنترنت حتى الآن. صحيح. فما يظهر الآن أو ما يتسرب الآن هو جزئي. هناك في نيالا وفي الفاشر وفي بورسودان وفي مدني وفي زالينجي وفي عطبرة وفي الشمال ترس الشمال هناك تظاهرات كبيرة جدا. نقدر نقول أنه غالبية الشعب السوداني الآن في الشوارع، وغالبية الشعب السوداني، غالبية السودانيين وأصدقاء السودان في الخارج أيضا. فمليونية أو نقول أكثر من مليونية. جميل جدا. طيب بيحددها ان هي مطالب الشارع وهي استمرار للثوره السودانيه التي بدات في ديسمبر 2018 مواصله لمشوارها. طيب ابقى معنا سيد عبد الرحيم. سيده رؤى، يعني الشرطه السودانيه عشيه هذه التظاهرات قالت باننا سنتعامل مع هذه التظاهرات اذا راينا تصعيد بالخراطيم، خراطيم المياه وربما القنابل المسيله للدموع. حتى اللحظة ذكر ضيفي نتحدث عن 5 شهداء أو 5 ضحايا بالرصاص الحي من قبل الشرطة السودانية. ما الذي تغير حتى استعملت القوة بهذه الطريقة الشرطة السودانية؟ تفضلي. بداية حابة أقول مساء الخير لجميع المسلمين. نعم. الشرطة السودانية ما عودتنا دوما هي تقتل وتضرب وتسحب المواطن السوداني. اليوم عدد القتلى فقط حتى الآن هم 5 شهداء، لجان المقاومة، أحد أفراد لجان المقاومة، والعنف المتحدد في مدينة أمدرمان عاصمة الآن. المستشفيات حتى تم اقتحامها بناء على بيان السودان. هنالك عنف متطرف
هنالك اكثر من 48 مصاب، بعض منهم في حالات حرجه واصابات مباشره بالرصاص في الصدر وفي الراس. وده ما شغل على القوات السودانيه الانقلابيه، الانقلاب شهد اكثر من 100 شهيد فقط في الخرطوم، فما بالك بالولايات في دارفور وهنالك المئات من الوفيات في دارفور. نعم القوات السودانيه تقتل، نعم هي تصدر العنف يوميا في شهداء في الثوره السودانيه حفظتهم ارواحهم برصاص الانقلابيين. دعني نوه لحظه انه اليوم الملايين من السودانيين في الشارع، وما بس كمان هو السودان، كذلك في تظاهرات في الخارج. يوم 25 كان في تظاهرات في لندن، كان في تظاهرات في المانيا، كان في تظاهرات في كندا، في واشنطن. نعم حتى ثوار الخارج كذلك هم يقولون لا للانقلاب العسكري، ونعم لايقاف سلسله الانقلابات في الدوله السودانيه. نعم نعم. طيب سيد عبد الرحيم، يعني البعض يقول لك بأنه آن الأوان أن يدرك الشارع السوداني بأن التغيير لن يأتي من الداخل، يأتي بضغوطات خارجية على مجلس السيادة وبالجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات بإملاءات خارجية. إلى أي حد هذا الكلام دقيق وواقع اليوم في ظل حديثنا عن مليونية تتجدد منذ عام 2019 وحتى اللحظة؟ تفضل. لو كان التغيير ياتي من الخارج او لو كان لو كانت الضغوطات الاجنبيه او الخارجيه تحدث تغييرا، واي تغيير تغيير جذري، لكان هذا قد تم في ايام رئاسه الدكتور عبد الله حمدوك. اكثر الدعم خارجي واكثر املاءات خارجيه تمت في هذا الوقت. لكن نحن وشعبنا يقول أن التغيير الجذري هو تغيير سوداني، وسيتم، والذي يطالب به الشعب السوداني أنه يتم التغيير من السودان ومن أيادي السودانيين. كل القوى فشلت، انسحبت القوى، اللجنة الثلاثية، انسحب الاتحاد الأفريقي، تأجلت، فشلت أكثر من مرة في أنها هي تنجح في انه تغوت او تصل الى تسويه سياسيه. ولكن سيد عبد الرحيم، سيد عبد الرحيم اعذرني على المقاطعه بهذه النقطه، لا يمكن ان ننكر بان الدعم الغربي موجود لعبد الفتاح البرهان من قبل دول اقليميه وعربيه وغربيه، هذا الغطاء الغربي لو غير موجود لما كان يعني هذا مشهد الدماء الذي نراه بين الحين والاخر في السودان. اليوم نتحدث عن 5 قتلى، ربما يتصاعد اعداد القتلى في الساعات المقبله، نتمنى الله يحصل ذلك، ولكن هذا يؤكد بالدليل القاطع بانه هذا المجلس موجود ومرتبط باجندات خارجيه ولا يمكن ان يذهب بحراك شعبي. يعني هذه سيناريوهات تطرح. تفضل تعليقك لو سمحت. اعذرني بقول لك انك انت هذه قناعاتك بانه لا، مش قناعاتي انا، انا مش رايي هذا سيد عبد الرحيم، هذا جزء مما يطرح الان على مواقع التواصل الاجتماعي، مش رايي. تفضل. طيب ادي لك الكلام. نحن جزء من العالم، نحن جزء من العالم، نموت برصاص العسكر والعالم يدعم في العسكر ويتفرج فقط، يهدد ويعبر عن قلقه، لكن الشارع السوداني لن يستجيب لاي ضغوطات، الشارع لن يستجيب لاي ضغوطات في التنازل عن مطالبه المشروعه اللي هي حريه، سلام وعداله. لا، الشعب السوداني عاوز حريه، ده من حقه كشعب، عاوز سياده على اراضيه، عاوز انه الثروات تبعه ما تنهب، هي مطالب حقيقيه، وعاوز حريه وعداله وسلام. جميل. هي مطالب حقيقيه، اوكي؟ الدعم الاجنبي الخارجي اللي بيكون مع البرهان ومع العسكر ده يعني التاريخ لن يغفره للغرب او لاي جهه تدعم، حتى الدول العربيه المجاوره التي تدعم في البرهان وتدعم في المجلس المسمى بالمجلس السيادي او المجلس او من يحكمون الان، ده ليس ما مقبور ابدا، الثوره حتتواصل لانه نحن ما نقدر نثبت الشباب نقول لهم تخلوا عن احلامكم، هم قالوها. يمكنك ان تقتل ثائرا لكن لا يمكنك ان تقتل الثوره. صحيح. لا يمكنك ان تقتل حلمه. فده اللي ماشي، ما في تعنت هنا، ما في اي يعني مثلا زي ما هم بيقولوا ركوب راس، لكن في مطالب حقيقيه، في مطالب حقيقيه. انا استوعب جدا انه نحن ممكن نستخدم او ممكن نضغط على الغرب بانه هو ما يتفرج، انه يرفع، انه يقدم هؤلاء العساكر، هؤلاء القتله للمحاكمات ويعمل عليهم سانكشنز، ويعمل عليهم عقوبات لانهم يمارسوا القتل، ونحن جادون في ذلك. حتى خطاب فولكر للأمم المتحدة لمجلس الأمن كان فيه كلام عن إنه قدر الانتهاكات. نحن كشعب أو كحقوقيين لا يمكن أن نقبل حتى بقتل
مواطن واحد ولا جرح مواطن واحد. جميل جميل جدا هذا الكلام. وصلت النقطة، اعذرني فقط على المقاطعة سيد عبد الرحيم، توزيع الوقت فقط. سيدة رؤى، يعني البعض يقول لك بأنه بطش العسكر اليوم، عسكر السودان بالشعب والمتظاهرين، هو نتيجة ضعف المعارضة على الوجه الآخر. يعني حتى اللحظة بعد كل هذه التظاهرات وبعد كل هذه الدماء التي أريقت في ساحات وميادين السودان، لم نرى معارضة على قلب رجل واحد، معارضة مشتتة تعصف بها الخلافات الشخصية أكثر من الوطنية البعض يقول لك. كيف تعلقين على هذا الكلام؟ خليني أبدأ أول حاجة من نقطة التورط الدولي أو التوغل الدولي في السودان، ودي نقطة جدا اللي أنت ذكرتها مع الأخ. فعلا السودان اليوم العبث الدولي فيه أكثر مما مضى، شفنا دعم مباشر للإنقلابيين العساكر والميتي خصوصا من المحور الروسي في زيارات الأخيرة بعد التطبيع مع إسرائيل، هنالك دعم مباشر للعسكر. الخليج كذلك يدعم العسكر مباشرة. إذا هنالك رؤية، محاور خارجية لخصوصية وضع السودان الجغرافي، لأهمية المواني، لأهمية العلاقات بتاعت حرب المياه في صد النهضة، كذلك لموارد الذهب في البلاد. في السودان من أكثر الدول اللي بتهرب منها المورد بتاع الذهب، لذلك التوغل الدولي فيه كبير. خلينا نؤكد هذه النقطة أولا، نؤكد أنه ده قصما على الثورة السودانية وطول عمر الثورة السودانية. وبرضو بتفق معك في حكاية أنه المعارضة ضعيفة لا ترتقي للشارع، حرفيا في فجوة كبيرة بين الأحزاب السياسية وبين المطالب بتاعت الشارع، لأن الشارع يطالب بالتغيير الجذري، بيقول لا تفاوض لا شراكة لا شرعية. الآن بعض الأحزاب خصوصا بقوة الحرية والتغيير فقدت جزء كبير من شعبيتها بعد توقيع اتفاقية الوثيقة الدستورية اللي بعد ذلك فشل وانقلبوا عليه والعساكر في الانقلاب، وبالتالي العودة إلى مربع ما قبل 25 الآن بدا خيار غير منطقي وغير واقعي، خصوصا أنه هنالك دماء. من يتحمل فاتورة هذه الدماء؟ الشعب السوداني الآن بحق يشد الأحزاب له يرتقي من مستواها، لذلك عندنا لجان المقاومة أصبحت قوة موازية لقوى الأحزاب الكلاسيكية في الشارع، والآن الشارع يتصدى الناس بالملايين لكي يحاولوا يرفعوا من طموح الأحزاب السياسية، ليس للشراكة ولقلب السلطة مرة أخرى للعسكر، بل لأنه الأحزاب تحمل المسؤولية لحد ما نقود نصل إلى مرحلة نقدر نقول إنه الدولة السودانية تقدر تخوض انتخابات حرة ونزيهة عقابة العسكر وبدون وجودهم كذلك. سيد عبد الرحيم، أين المعارضة الآن في ظل كل ما يحدث؟ المعارضة نحن لا يعني لا يمكن أن نبحث ونسأل عن المعارضة، والشوارع فيها ملايين السودانيين والسودانيات ضد الحكم في السودان. أتحدث عن الجسد السياسي المعارض سيد عبد الرحيم، أتحدث عن الجسد السياسي المعارض الذي ربما يكون بديل لحكومة العسكر أو حكم العسكر في المرحلة المقبلة. هذه الثورة يجب أن تنتج شخصيات بارزة تكون كلها في نفق واحد. يعني البعض يسأل لماذا الآن متأخرة في السودان، هو سؤال مطروح الآن وعام. تفضل. نعم 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 نعم، ربما أن العالم في الفترة الأخيرة لم يشاهد الثورات، كل الثورات المضت في العالم كان هذا هو شكل ترتيبها. القيادة في الشارع موجودة الآن، قيادة الشارع موجودة من لجان مقاومة، من مواطنين عاديين بيقودوا، من أحزاب سياسية عندها موقف. ما يدور الآن هو تغيير، لذلك أنا دوما أصر على أنه دي ثورة، وثورة فيها تغيير جذري بتغير في الأشياء التقليدية والتغيير التقليدي اللي اعتادوا عليه اللي اعتدنا عليه في المنطقة العربية وفي أفريقيا، إنه التغيير ده شكله مختلف جدا. وهذه ليست مغالاة أو فلسفة كلام على الورق أو من الكتب، هذا واقع معاش. نحن الآن نرى قادة لجان المقاومة يسيقون المواثيق ويتكلمون عن مجلس تشريعي ويتكلمون عن مجالس تشريعية ومجالس ثورية ويجتمعون وينظمون أنفسهم في تتخطى الأشكال الحزبية القديمة. عندنا بالطبع تجربة التجمع الوطني الديمقراطي، تجربة الإجماع الوطني، تجربة الحرية والتغيير نفسها الشارع تخطاها. الآن تتشكل قوى جديدة. لو تكلمنا على المعارضة في خلافاتها أو في إنه الناس ما على غلب
امرأة واحدة أو على قلب رجل واحد، هذا كلام صحيح، لكن هذا يبرر إنه التغيير الجذري هل يقبل الجميع التغيير الجذري؟ بالتأكيد لكل حزب ولكل فئة ولكل طبقة مصالح محددة، لا يمكن صحيح. لا يمكن أن تقبل بالتغيير كاملا. فهذه المسائل بالنسبة للشعب السوداني، بالنسبة للجان المقاومة، بالنسبة للقوى الحية ليست يعني مغلقة، بل بالعكس هي مبشرة أكثر، لأنه كل يوم والتاني بتنضم إلى صفوف القوى الحية قوى جديدة. الشارع ينتظم ويتقبل المواثيق ويتقبل المطالب أكثر فأكثر. طيب هنا السؤال عبد الرحيم، سيد عبد الرحيم هنا، وكانوا ينادون بعودة الحكومة إلى ما قبل 25 أكتوبر بنفس الطريقة. الآن المطالب مختلفة جدا ويمكن الكثير معها، هذا ما يعطل الوساطات الأجنبية والوساطات الدولية والمجتمع الدولي في أنه ما قادر يستجيب ولا يستطيع أن يستجيب لمطالب الشعب السوداني ولا مطالب الثوار. طيب. لذلك نتكلم عن انه التغيير جذري ومختلف شديد جدا بالنسبه لما كان يحدث من قبل، بالنسبه لانتفاضه ابريل، بالنسبه حتى ديسمبر 2018 نفسها، حتى ابريل 2019 التغيير الان مختلف جدا. الان الشارع والمعارضه السودانيه اللي هي في الشارع صارت تمتلك وسائل اكثر ضغطا واكثر تاثيرا واكثر، صوتها اصبح اكثر وصولا حتى خارج السودان ولغاده العالم. هذه نقطه مهمه سيد عبد الرحيم، ساعود لحضرتك بها. سيده رؤى، يعني بعد هذا المشهد، يعني عيون العالم تنظر الى السودان، الى هذه التظاهره المليونيه وربما اكثر من مليون كما قلت حضرتك وضيفي منذ قليل، وكما تنقل مواقع التواصل الاجتماعي في ظل انقطاع التيار الكهربائي وايضا الانترنت خطوط الاتصال. طيب كيف سيتعامل العسكر مع الشارع السوداني بعد هذه المليونيه؟ نحن نتحدث عن مليونيات قادمه في المرحله المقبله. الشارع السوداني قال كلمته بالحرف الواحد، التغيير قادم، لن نقبل بحكومة عسكر في المرحلة المقبلة. كيف سيكون السيناريو القادم سيدة رؤى؟ تفضلي. بالنسبة لنا هو العسكر حتى يبحث عن مهرب لإنهاء الانقلاب، ليس فقط الشارع أو الحكومة المدنية هي دائرة إنهاء الانقلاب، حتى العسكر فشل تماما إنه يدير الدولة السودانية. اليوم في مدن كثيرة داخلة في حالة عصيان مدني، زي مدني مثلا دخلت في حالة عصيان شامل كامل يعني. فبالتأكيد العسكر هيحاولوا يتماغوا ويقولوا للأحزاب المدنية هيا بنا نجلس إلى طاولة الحوار، أو يكون في تغيير صوري في تبديل الوجوه. ودي برضو الشعب السوداني من المميزات إنه شاف الربيع العربي بارت 1 وبارت 2، اتعلمنا من التجارب بتاعت الدول الجارة والدول المحيطة بينا إنه التغيير قد يبدو في الأول شكله جميل، وخصوصا إنه خضنا التجربة دي في 2019 لما كان هنالك نوعا ما حكومه مدنيه صوريه اللي هي حكومه حمدوك، وشفنا تورط العسكر وهم اللي بيتحكموا في مفاصل الدوله. الان ما حنكرر التجربه، الناس ما حتعود للبيوت، لجان المقاومه ما حتقعد حسب البيان اللي طلعوه، حسب الكلام اللي بيقولوه في لقاءاتهم ما حيقعدوا للتفاوض مع العسكر. هنالك ضغوطات كبيره بيمر بها الشعب السوداني انه يتطايع وانه ما يطلع للشوارع. اليوم الشعب داير يقول لك انه قلبوا الحاويات بتاعتها، كانت الشوارع مقفوله بالحاويات، الناس قدرت انها تتسلق وتزيح الحاويات، الناس قدرت انها تتخطى الغاز المسيل للدموع، قدرت انها تتخطى الحواجز، هنالك اصرار تام على انه ما نعيد تكرار الاخطاء، على انه نتعلم التجارب بتاعت الدول بتاعت الجوار، عن انه ما نثق في العسكر، ما نثق في النخب السياسيه الكلاسيكيه الا لما الشعب يطالب حرية بتخليه يطالب بتحسين شروط العبودية. وأفتكر إنه دي نقطة مهمة جدا، التواصل للثورة السودانية إنه طويل جدا، فيا هنا يا غالب يا مغلوب، إحنا ما حنتغلب، إحنا ما حننهزم، ما حنستمر في إنه الأجيال جيل بعد جيل، الجيل ده أقسم إنه يكسر الحلقة بتاعت الانقلابات العسكرية زي ما قلت، عارفين تماما الخدعة اللي ممكن يخوضنا أو يحطنا فيها العسكر، عارفين تماما التماهي اللي بتعمله الأحزاب مع العسكر، عارفين تماما إنه أحزابنا بتحب العسكر، وعندما تسلم السلطة لهذا المدني لابس قميص وبنطلون هو برضه بيرجع يسلمها للعسكر، فكل الخدع مكتشفينها وعارفينها وما حنكتب. جميل جدا.
سيد عبد الرحيم، يعني نقطة في غاية الأهمية. سيد عبد الرحيم إذا كنت تسمعني. مرحب، أسمعك. طيب، نقطة مهمة جدا، ستنطلي ربما هذه التصرفات على الشارع السوداني بعد كل هذه التجارب، بأنه كما قالت ضيفتي تتغير بعض الوجوه، يعني مدنية ولكن تتبع في الحقيقة لحكم العسكر. يعني البعض يقول بأنه سيناريو المرحلة المقبلة بعد هذه التظاهرات محاولة العسكر تهدئة الشارع بالقول بأننا أمام حكومة مدنية مستقلة، ولكن الشخصيات التي موجودة بها هي تقاد من قبل العسكر أو من تحت الطاولة من قبل العسكر. تفضل، هذا السيناريو بات مكشوفا الآن؟ سيناريو مكشوف، لكن هو يعني الشارع بيبطل فيه. ما هو ده نفس السيناريو، ده نفس السيناريو اللي جاء به العسكر أكثر من مرة. ولا يمكن، يعني لا يمكن أن ينطلي على شعبنا. ما إذا هو أصلا ده اللي حيمشي، ما كان الناس تظاهروا وما كان استمروا في الإصرار. أنا مدرستنا، يعني المدرسة تبعنا، المعلمنا هو الشعب السوداني. نحن نتعلم من الشعب السوداني، نتعلم من شعبنا ونرى ماذا يفعل. الشعب السوداني قال لن نجرب المجرب، في انه هو لن يجلس مع العسكر، لن ينخدع مع العسكر مره ثانيه او اخرى لطوال التجارب الماضيه. قال ما حنديهم شرعيه، ما حنجلس معهم ابدا. يعني كان ممكن من هؤلاء الشباب، كان ممكن من الشارع ينشق الشارع ويجي تجي قوى مدنيه او يجي تكنوقراط او يجي قاده احزاب وينضموا، لكن من الذي سيقف مع الحكومه؟ من الذي سيفتح الشوارع؟ من الذي سيزيل المتاريس؟ من الذي سيوقف التظاهرات والاحتجاج في سبيل المطالب الاساسيه لثوره ديسمبر 2018؟ دي زي ما قالت الاستاذه روى، في انه الجيل دي هو فرض وقال نحن حنوقف، نحن على عاتقنا. انتوا ايدتوا للاجيال السابقه، انتم ايدتم الانقلابات العسكريه، نحن علينا انهاء الانقلابات العسكريه في السودان والحلقه الشريره. وكل الاحزاب السودانيه وكل القوى السودانيه وكل المراقبين وكل من يدعمون السودان او عندهم شيء في السودان يعرفون جيدا ان السودان سمى هذا بالحلقه الشريره. الحلقه الشريره الان هي مكسوره ولن تعود حلقة من جديد، لن يكون مدنيين وعسكر وعسكر ومدنيين ونفس الطريقة. هذه في دساتير اتعملت، في مواثيق اتعملت، في كيفية الحكم اتعمل ويتساق بدماء الشهداء، بدماء هؤلاء الشباب، بانه العسكر بيضربوهم. هم بقدموا في دساتير العسكر ومن مع العسكر بيضربوهم بالرصاص وبيضربوهم بالقنابل المثيرة للدموع بيتحاسوهم بسيارات الشرطة وبيعتقلوهم وبيلفقوا عليهم التهم. نعم. لذلك هذه ثورة مختلفة شديد جدا جدا، ليس كما يتصور. أشكرك. حتى أدهشتنا نحن كسودانيين، أجيال سابقة للأجيال التي تقود التظاهرات اليوم، أدهشتنا. وهذا ما يعني ما نفتخر به. تحية لشعبنا في الداخل، التحية للمتظاهرين في الداخل، التحية لكل السودانيين الذين يتظاهرون من أجل حرية، سلام وعدالة. التحية للناس هناك في السودان، في الكراكير، في معسكرات اللاجئين، في والتحية لهم من هذا المنبر. سيد عبد الرحيم، التحية لهم من هذا المنبر. منذ الساعات الأولى لتظاهرات السودان كنا لحظة بلحظة معهم. أشكرك السيد عبد الرحيم أبا يزيد، الناشط السياسي عبر خدمة سكايب. شكرا لوجودك معنا ولكل هذه الإيضاحات ولهذه المشاركة. سيدة رؤى، تبقي معنا لو سمحتي، سأعود لك بعد قليل وأشرك ضيفنا في الحوار عبر الهاتف، السيد حسام علي المتحدث الرسمي باسم تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم. سيد حسام، أهلا وسهلا بك، تتابع الحوار يعني بالتأكيد. حتى اللحظة 5 ضحايا نتيجة استخدام الرصاص الحي من قبل الشرطة السودانية، كيف توصفون المشهد الآن في الأرض مع اقتراب ساعة المساء؟ تفضل. المشهد في السودان واضح جدا جدا. جماهير مصرة على تحقيق أهدافها منذ 3 أعوام. الجماهير دي ظلت في الشارع بتناضل من أجل الشعارات اللي رفعتها، هي سلام وعدالة. واضح إنه الواقع السياسي في السودان والطبع المؤسسة العسكرية والتشوهات اللي أصابت الهيكل بتاع الدولة خلت من الصعب جدا جدا يتم استيعاب الشعارات دي. الآن الحاصل في حالة من الإنكار الكبير
سواء من القوى السياسيه او من القياده للحاله اللي قاعد تحصل. وشفناهم قاعدين يوصفوا المظاهرين بانهم شرذمه، انهم مخربين، وانه نفس الدعوات اللي احنا شفناها في دول سابقه قبل كده، شفناها في الثوره في عهد البشير. كمان برضه بنشوف نوع جديد من الافكار، انه حتى الانقلابيين والتوريخ السطوة بتاعت ديسمبر وعظمتها، انه الخطاب بتاع الثوره اثر حتى في الانقلابيين وفي اعدائه. الليله البرهان قاعد يتكلم باسم الثوره. الثوار شعاراتهم في الشارع واضحه جدا جدا. المطلوب هو ازاله الانقلاب، رحيل المجلس العسكري الانقلابي. بعد ذلك ممكن تكون في القنوات مفتوحة نحو حوار سوداني سوداني. جميل. لكن أي حوار مع قتلة مرفوض، ليه دولة. طيب سيد حسام، يعني نتحدث، يعني تنقل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل في ظل انقطاع الإنترنت بأن هنالك جرحى بين صفوف المتظاهرين، هل هنالك مشافي ميدانية جاهزة لاستقبال هؤلاء الجرحى؟ أريد الصورة من حضرتك بشكل توضيحي أكثر وباختصار لو سمحت في ظل تظاهرات اليوم. لجان المقاومة، العيادات الميدانية بتاعتها والكوادر الميدانية الفدية بتاعتها من امبارح هي كانت جاهزة. زي ما قلت لك نحن بنتوقع أقصى درجات العنف من النظام ده. واضح انه الشعب السوداني قاعد يواجه القمع الاكبر بالتالي في التاريخ الحديث. بالتالي هو الشعب الاشجع والاقدر انه يزيل النظام ده. المساله مساله الزمن. الكوادر الطبيه كانت جاهزه وفي المواعيد، الا انه تعرضت لبعض المضايقات من القوات الامنيه. لكن عموما الكل اللي في يدهم قاعدين يقدموا. يعني جميل جميل، اشكر وجودك معنا سيد حسام علي المتحدث الرسمي باسم تنسيقيات لجان مقاومه مدينه الخرطوم عبر الهاتف. شكرا لكل هذه الايضاحات والتوضيحات من الميدان السوداني. نقطه اخيره سيده رؤى لو سمحتي، ما المستقبل الذي ينتظر السودان، او ما هي السيناريوهات الاخطر ربما التي سنراها في ظل تعنت العسكر واصراره على البقاء في السلطه؟ داير اقول انه احنا مرقنا بالأسوأ قبل كده، يعني كانت أسوأ حاجه اثرت القياده العامه مئات الشباب السوداني حتى رمى ربطهم بالحجاره والقائهم في نهر النيل. يعني دي كانت أسوأ السيناريوهات عشنا بعدها فتره صعبه جدا، ومرقنا من الفتره الصعبه دي بانه احنا دايرين نجيب حقوق المواطنين اللي توفوا الجهداء. لذلك احنا بنشوف انه الحل الامثل انه نحصل على المحاسبه الجنائيه. اي في محاسبه للقتل الجنائي كمحاسبه جنائيه ومقدم تقديمهم للمحاكمات، وحتى الان احنا بنتكلم عن محاكمات دوليه. نظام البشير كذلك سفك الدماء وهرب البشير وعوانه من لانه هو مطلوب للمحكمه الجنائيه ولم يتم تسليمه بعد. لذلك كمان بنسعى انه حتى الحميتي اللي هو قائد الميليشيا الدعم السريع والبرهان انه كمان يتم محاكمتهم عن طريق المحكمه الجنائيه بسبب حبهم لدماء الشعب السوداني. دي اقصى المطالب اللي احنا بنطالب بها. بنطالب برضه بحكومه مدنيه تكون حقيقيه. جميل. بنطالب بشركات العسكر ومؤسسات العسكر اللي هي اقتصاد كامل داخل الدوله السودانيه المرهقه، هنالك اقتصاد موازي كبير يد العسكر. دي كلها حاجات احنا بنطمح لها، ومواثيق لجان المقاومه تضمنت الرؤى السليمه للفتره الجايه. حنواصل في الثوره بتاعتنا، حنواصل انه احنا قويين والشوارع ما بتهزمنا، حنكون برضه ملايين في الشارع زي المليونيه بتاعت الليله. اليوم عرس احنا بنعتبره في السودان. جميل. سواء السودان ولا داخله لازم تشارك بانك تكون سوداني وتقول الحقيقه وتقول الراي الصائب، وهو لا لحكم العسكر. اشكرك السيده رؤى عربي، اعلاميه وناشطه حقوقيه عبر خدمه سكاب، شكرا لهذه المشاركه ولكل هذه الايضاحات.